يعني أمي كانوا ينادوها أم أحمد، واسمها لطيفة أحمد الشيخ علي القناوي. احنا في أوائل سنوات الأربعين كنا موجودين في بساتين أم الفرج، قرية أم الفرج، وهناك كان مجال عملها واسع أكثر. يعني كان في بساتين حياة أبوي وأمي وأخوتي كانوا يشتغلوا فيها، أنا كنت طفل بهذاك الوقت. كانوا يفلحوا الأراضي يزرعوها بالأرض مروية، كان فيها بساتين حمضيات وناكل خيرات هذه البساتين. في هذا الجو أمي اشتغلت في عدة مجالات، عدة مهن. كانت هي عندها عدد من الهوايات. رجعت أمي ترمم كل هذه الهوايات تبعتها من جديد. رجعت تمارس موضوع الخياطة، تشارك العرايس، طبعا بعد النكبة كلها هاي من 1950 وطالع. واستمرت في موضوع انه تجمع الأغصان الحمضيات الطرية هاي وتسوي منها ماء الزهر وزيت الزهر. استمرت في هذه الشغلة لحد ما بطل في عندها قوة. والإشي اللي استمرت عليه وواصلت عليه باستمرار هو موضوع النحل، موضوع تربية النحل وطريقة تربية النحل. وبتضل حريصة على النحل، تنظف حواليه، كانت تهتم في النظافة حول المنطقة اللي بتحط فيها النحل. طبعا بعد ما صارت النكبة وخسرنا الأراضي، وين بلشت تحط النحل؟ في قلب الدار، في حد البيت. يعني بتطلع من البيت قدامك مترين ثلاثة قدامك نحل. احنا كنا متعايشين احنا والنحل مع بعض. وامي هذه هوايتها، بتعيش مع النحل، بتتعامل مع النحل، وبتحب النحل، وظلت لحد ما توفت هي والنحل. حتى في الاخر لما كبرت صار همتها ضعيفة، وصار من نوع من الامراض تصيبها، كان عندها مشاكل في المفاصل، مفاصل اجريها. كانت تجيب النحلات وتحطهن على اجريها. نسألها يوم ليش بتسوي هيك؟ تقول عشان يقصوني، قص النحل بيساعدني بيهون علي. يعني هذا هو جرن، بتسميه امي جرن النحل. جرن النحل كانت هي تصنعه بايديها من التراب الابيض مع الموس او التبن الناعم، تخلطوا مع بعضه مع الماء، تسوي جبلة وتصنع منها هاي الأسطوانة على شكل أسطوانة طويلة بطول تقريبا 1.20 متر، 1.30 متر اللي هو تحضروا، تسوي العشرات من هذا وتحضرهم وتحطهم فوق بعضهم، تحضرهم للنحل اللي جاي جديد. النحل بيطرد كل سنة بأشهر الربيع، شهر 3 و4 و5. كانت تجيب طرود النحل، هل طايرة تشوف طرب صدفة، تصادف طرب طاير، تلحقه بالمي، هدي يا مبارك، هدي يا مبارك، تهديه على عصا شجرة، تاخذ دست، تاخذ وعاء معين، صندوق، وتكته في قلب الوعاء اللي حضرته. بعد ما تكون حطت على في هالوعاء هذا شوية حامض مع شوية سكر حتى النحل كمان ينبسط ويرجع يفوت على الوعاء. بعد ما تجيبهن بالوعاء بتحطهن بالصندوق، بتدخلهن للصندوق اللي كان جرن الطين اللي كانت حضرته هي من شان النحل. بعد ما تدخل النحل عليه تكون محضره هي سلفاً اطباقه، تسميها صمامه، هي تسميها صمامه اطباق من هاي الناحيه ومن الناحيه الثانيه، تسكر عليهم بس تعطيهم ثقوب، اقدوح ثقوب في طبقة بشكل دائري 7 8 10 دوح عشان النحل يطلع من الناحيتين، من هاي الناحية ومن هاي الناحية تطلعوا. طبعا النحل بيشتغل، الشغلات النحل بتشتغل،
وخلال العام على طول، خلال العام في فصل الصيف بيكون تعتقد هي انه النحل جاب عسل، سوى عسل، بتفحص قبل ما تفتح عليهم، بتفحص بتدخل يا شيش حديد لأشي طويلة وبتطلع بتطلعها. إذا كان عليها عسل بتفهم إنه معناته في عسل، صار الموسم ناضج. بتلبس اللباس الخاص للنحل، بتفتح عليها وبتطول منهن إقراص العسل اللي بتعصرها بإيديها وبتطلع بالآخر العسل. لكن هي حريصة جدا كانت إنه تأخذ جزء من 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 العسل، من من موسم، من غلة العسل، تأخذ جزء، تأخذ النص أو أقل من النص وتترك للباقي، الباقي للنحل عشان بده يعيش، بده يأكل. وبهذا الشكل تضمن الدورة السنوية للعام القادم إنه النحل يستمر ويعطي وتأخذ منه كمان مرة. بعد 48 تم خلال 48 تم تهجير الناس، واحنا عيلة وعيلة كبيرة في الأساس تم تهجيرها وتشريدها. أكثرية العيلة أصبحت في لبنان، قطعت خارج الحدود. لكن في 48 في شهر أيار 48 لما تم احتلال قرية اللبسية، أنا بذكر أمي قالت لي فيأتني من النوم في الصباح الباكر وقعدتني على مصطبة الجيران، مصطبة دار الجيران، وفاتت جوا على البيت تبعنا، جمعت شوية غراض، عملت سرة حطتها على راسها وطلعنا خارج البلد. بكفر ياسيف داير بال البيت اللي قعدنا فيه، وحتى شجرة التين اللي كانت موجودة داير بالها. لكن بعدين ما بعرف لقينا حالنا في يركا. انا صغير يعني هن طبعا رتبوا الشغله هاي، بس انا بوعاش التفاصيل فيها. بعرف انه احنا كنا في يركا كمان فتره معينه، وبعدين دار اخوي واختي وصلوا لقريه دير القاسي او دير القاسي اللي هي قريبه من فصوطه اليوم، وبطلت موجوده هاي القريه. انا وصلت خلال هذا خلال هاي النكبة وهذا الهشيش والشتات، وصلت مع أخوي وأختي لدير القاسي. أمي رفضت تصل لهاي القرية إطلاقا، بقيت في يركا، ومن يركا رجعت على الغبسية، وكانت ترجع على المساتين إذا بدها تشرب مي تجيب مي بالبنشل تحملها على راسها لحد يركا. كانت تجيب مثلا الخضره من البساتين، من بساتيننا، وتطلع على يركا تاكل شيء طازه. لكن هي قالت لابوي، وهذا حكت لي اياه فيما بعد طبعا لما وعيت انا، قالت له انا مش راح اكمل معك على لبنان، انت بدك تروح مع اولادك الله يسهل عليك، انا بدي اموت في وطن، بدي اموت هون، بس هات لي الولد الصغير وافطتني انا، لان انا كنت صرت مع اخوي. أبوي رجعني من دير القاسي ليركا وبعدين للغبسية، لأنه ما يعني برجعني وبترك مرته ما لا يمكن طبعا، بده يضل مع مرته ومع ابنه الصغير. وبهذا الشكل بقي أبوي وأمي وأنا في هالبلاد هذه. كان إلي أخ عزابي، أخوي الكبير كان متجوز، أختي كانت متجوزة، إلي أخ أعزب كان شاب صغير عمره 15 أو 16 سنة بهذاك الوقت. بعد ما رجعنا على الغبسية، وبعد ما الغبسية على شردنا كمان مرة على قرية الشيخ داود والشيخ بنون، بدها ابنها العزابي اللي شاب صغير كمان عرضت نفسها لمخاطر معينة ومشيت، راحت على لبنان وجابته من لبنان، جابته. طب تعرف الناس فقيرة بهذاك الوقت وبتحب تورجي البعض يعني إلى وجه عند السلطة، فراحوا حكوا في فلان اجى من لبنان، طلع البوليس اعتقلوا، اخذوا على الحدود وقال له امشي، واطلق النار فوق راسه عشان يضل مكمل ما يرجعش.
مكررت هاي العملية كمان مرة، راحت على لبنان جابته وخبته وراحت للشيخ جبر دهش معدي قالت له تدخل، طلبت وساطته يعني، وبهذا الشكل بقي أخوي هون وتجوز وخلف أولاد وبنات، واليوم عيلته، وهو توفى قبل 11 سنة. كمان في بالبيت هيك اللي بدها شغل هيك بيمشي يصور من ورا. لا استنى تقول لك هيك اللي بالبيت يعني كمان بالبيت بدهاش تحطوني، الصغار بحطوهوني. هو له ثلاث اشكال خلي اربع اشكال. هذا البن كان لما نطلع احنا الصبايا الصغار قليل والصغار الصغار بالعمر هيك، الكبار اللي كان بالعمر هيك يلبسوا لما يطلعوا لبرا. كل واحدة بتعرف فرض انا عندي هاي الوربلة دايما للبيت، عندي واحدة بيضة ما ثقيلة مش عم بلبسها. يعني في اشي اللي بكونوا شبعانين منه لابسين وطالعين لبرا بدروا للبيت. هيك كانت انا الموديل اعرفه. في اسامي كنت اسمع عنهم من بنات جيراننا كانوا اكبر مننا ثلاث اربع بنات وكنا نشوفهم كيف يشتغلوا، كانوا يشتغلوا شغل كمان على الابرة هيك. كلياته يطلعوا خيط من كل شكل شقفة وبعدين يشرشوا ببرق، كان يحطوا له برق. هيك كان عندنا ببلدنا. بس انا هذا الشغل ما اشتغلتوش، احكي لك انه شغل صغير انا كنت ما اشتغلتوش، بيت اشوفهم يشتغلوا في نجومي مكللين في نجومة الصبح وفي القمار وفي ما شفته عندي، وفي لسان الحما ايش بيقولوا له ايش بيقولوا رجلين دجاجي. في اشكال في حبة زرزخت، وفي واحد نور الزرزخت عند أختي، نور الزرزخت مخيط عليه من جوا أصفر ومدار من دار في خرز غير شكل، هذا بسموه نور الزرزخت، وحبة زرزخت يبقى مسكر كمان، كانوا يسموه هذا اللي أسامي اللي كنت أعرفها أنا. من الدكان واحدة كانت فاتحة خصوصية هيك من الشكل تبيع يعني تجيب أشياء منين تجيب ما أعرف إيش، تلاقي عندها مناديل خرز برق برق كمان في حب كهرباء هيك طويل، هاي بقى يسموه كهرباء هيك طويل، كان حتى خيطوا على بيت اللوكس، حيكوا يعمل بيت للوكس كان من قبل لوكس. واختي كنا حيكت واحد للوكس تبعنا راح. بقول لك كان يعني اشياء كثير، هذا كانوا يجيبوه يشتروا كبوش كبوش هيك، خرز من هون وخرز من هون وخرز من النص وحطوا خرز صغير من تحت. هذا كان يعني اشكال اشكال الخرز بالبلد. كيف بدي اشتغل؟ فرضني ليش هذا اسمه سبع اشكال؟ طلع ها هون بقلب هاي اخضر، هاي اسود، هاي اصفر، هاي ازرق، هاي احمر، هاي عسلي، هاي اخضر. يعني لما انتوا اجيتوا فيش حدا كان يحيك خيالي، فيش كل ما بحد اسماني خبتي بدير بالهم، كل واحد خطط احنا اعطيناهم، كل واحد خارج وكل واحد منديل، فيش ما كانوش كلهم فرعين. بس انتوا قاعد صحمات اللي جيتوا على فسوطة ضليتكم تحيكوا؟ لا ولا قد مسكت الحياه. أختي وديعة كانت تحيك بس جراسي وتخيل تحيك لك خمت جراسي. ليش ما عدتوش كملت حياك؟ شو السبب؟ ليش بتحسي؟ لو بتعرف لما طلعنا من البلد أظل نسواني خمتي إجت واحد أختي وديعة كانت يعني ظلت ترهج وتحكي تيجي تقول لي اطلع يا جارتنا ليه بتطلعيش لعنا حدي؟ قول له لا تصير لنا 40 يوم طالعين من بلدنا مثل الخديريات يعني بدي حد 40 يوم زي ما بيحدوا على الميت. ما كنتش اطلع من البيت شايلة طبقنا اكثر من 40 يوم، ما كنتش اطلع اسهلي غير بس اروح على املي اشتغل شغلتي. اختي كانت تطلع يا حرام تتسلي عن بالها، كل واحد على شكل كان 13 نفس قعدنا بوضع اصغر من هاي وسخنا. كيف بدنا قلنا نفس نحيي؟ قولي لي كيف قلنا نفس نحيي؟ قول لي ابوي كان يعيشنا، نقول له لأبوي ينطينا مصاري تروح نشتري من حقيقك؟ فش بالباب فصل ثاني الدكاكين في كان صنوف وفي إشي هيك من الشكل صنوف كان بحيكم فصل ثاني جراسي صنوف بحيكم. قبل ما طلعنا بأربع خمس سنين إزاي؟ وإحنا ويرتيبة بتخيل كنا نروح لعندهم سنة نجيبها خالص معاك حتى يعني 44 قبل ما طلعنا خيوا لنا وعين يعني حيقناهم بنت 7 8 سنين. انت لبستيه؟
استعملتيه؟ لا ما لبستوش، احكي لك ما كانش له. اختي بعرفش، اختي كان عنده بوكلي، انا ما كانش له بوكلي، ما شري ما لقيلوش بوكلي، ما لبستوش حياته، ما لبستوش. بس اختي بعرفش اذا لبسته ولا لا، كان من البلد معمولي. هاي مش حماده البوكلي، هذاك هذا اللي عمله انت ولا اختك؟ هذا اختي عملته، بس انا هذا هي اختك لبسته، عمل استعملته بعرفش استعملته لبسته، بقدرش اعرف، مش دقيق بالي. اه بس اما هذاك اللي شفتيه انت قلت خربان، ما شفتيه الثاني كيف صورتي هذاك، ما لقيتش اشتنين اختي جابت عقطايا بنت خالي منين، هذا بعرفش، مش داري بالي انه يعني انت عملتيه على اساس تلاقي هدول على الجوانب. لقيتي هن؟ ما لقيتش. قمتي ما لبستيهوش؟ ما لبستش انا، ما لبستش، بس كان يلبسوا ما يهمهمش، بس انا ما لبستش. احكي لك الدوري بس اما ذكر